السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة القليوبية فصل الدراسي الثاني 2024. يلا بينا. السؤال الأول بيقول هنا أكمل باستخدام ما بين القوسين. تمام، هنا درجتين ونص، يعني المفروض إن كل نقطة من ديت عليها نص درجة. رقم واحد، الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة الفيجوال بيزك. هنا بيقول لي خطأ إيه؟ في التشغيل، يبقى هنا هيبقى خطأ من النوع ران تايم ايرور. ران تايم ايرور دي رقم واحد. رقم اثنين، من انواع البيانات الرقمية غير الصحيحة يعني العشرية. في طبعا عندي ران تايم خدناها خلاص، ريم، دوايل لوب، في بكرل، في شورت، ده رقم صحيح، سنجل، يبقى هيبقى ايه؟ سنجل. يبقى رقم اثنين هيبقى سنجل. طيب رقم ثلاثة بيقول لي يستخدم المبرمج او يستخدم المبرمج الامر نقط في كتابة ملاحظات. ملاحظات يبقى الامر ريم على طول. طيب رقم اربعة بيقول لي تستخدم جملة نقط في حالة الرغبة في تكرار كود معين يتحقق بناء على شرط، يبقى طبعا قاعدة الدو وايل لوب. دو وايل لوب. الكلمة المحجوزة نقط تستخدم في انشاء سطر جديد، طبعا كلمة في بيكريل الثابت الحرفي في بيكريل. كده السؤال الأول. السؤال الثاني برضه نفس الفكرة، خمس نقط كل نقطة بنص درجة. إذا علمت أن قيمة المتغير إكس ب 20، تمام إكس ب 20، إكس ب 20 مفيش مشكلة، والمتغير واي ب 30، تمام، إن ناتج التعبير الشرطي إكس يبقى ال 20 مالها أقل أو يساوي 30. ترو يعني الكلام ده صح، صح 20 اقل من او يساوي 20 اقل، يبقى اجابه صحيحه. طيب رقم 2، جمله سيلكت كيس تستخدم عندما يكون التفرع معتمد على قيمه متغير واحد وهناك شروط كثيره، طبعا جمله صحيحه. من قواعد الاستخدام الامن للانترنت وضع كلمه مرور سهله للاستنتاج، طبعا غلط لان معنى كده ان ممكن اي حد يتوقعها وبالتالي هيبقى يعرضنا للخطر. الاعلان عن دله يبدأ بسب وينتهي بإند سب، طبعا غلط لأن الدالة تبدأ بفانكشن وتنتهي بإند فانكشن. خمسة، الإجراء بروسيدور عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذه طبعا أو تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، طبعا صح. السؤال الثالث برضو درجتين ونص، يعني نص درجة لكل نقطة. بيقول لي إذا كانت قيمة الإكس ب 50 فإن ناتج تنفيذ الكود. تعالى هنا نبص كده على اللي هو ايه التعبير الشرطي بتاعي، بيقول لي اكس اكبر من او يساوي 50. لو اكبر او يساوي 50 يبقى هينفذ اللي بعد زين. طب هنا بيقول لي ب 50 اكبر او يساوي، تمام، يبقى خاضع لايه؟ ليساوي. طب ايه الكود اللي هيظهر ناجح؟ فان ناتج تنفيذ الكود، هنا قال لي مش قال لي اكتب الكود، قال لي الناتج بتاع الكود، الناتج هيبقى كلمه ناجح. وممكن ان انا لو عاوز اميز واحد فاقول له تظهر رساله ناجح. لو انا عاوز يعني اعمل اجابه نموذجيه كتبت كلمه ناجح بس، صح مفيش مشكله. بيقول لي طب اذا كانت قيمه الاكس 49 ونص، ان شاء الله يا رب 49.99%، طالما ان هي اقل من ال 50 ايا كانت الجزئيه، يبقى على طول هيتم تنفيذ ما بعد else، يبقى هيبقى ايه؟ تظهر رساله ايه؟ راسب. طيب السؤال الثاني بيقول لي قاعد كتابة الكود الخاص ب بلوكس اف يظهر على سطر واحد. هو هنا مش عاوزك تكتب الكود كله، ده هو عاوز يكتب اللي هو الجزء ده بس. يبقى هنقول كده، بص اهو بالراحة، اف اكس اكبر او يساوي 50. طيب ايه اللي يحصل؟ زين. طبعا في مسافة حرف، مسج بوكس، وبين قوسين هنكتب وعلامة التنصيص طبعا ناجح. else message box وبين قوسين راسب. خلصت الحكاية على كده، هو ده الكود اللي عاوزه بس، هو ده السطر الكود اللي محتاجه في الايه؟ الإجابة رقم 3. طيب بيقول لي اكتب المصطلح العلمي عبارة عن تجاهل، في كلمة تجاهل يبقى على طول ده الاستثناء الإلكتروني. الاستثناء الالكتروني اللي هو عباره عن تجاهل شخص اخر، تمام، عباره عن مجموعه من الاوامر، تمام، تحت اسم معين
يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط وتعود بقيمة. طالما في عندي تعود بقيمة يبقى ده عبارة عن الفانكشن، فانكشن اللي هو الدوال أو الدالة فانكشن، الدوال أو الدالة فانكشن ديت اللي هي إيه بتعود بقيمة. السؤال الرابع بقول للمستعين بالكود اللي قدامك اسم العداد في الحلقة التكرارية. طبعا الحلقة التكرارية هنا حلقة الفور، اللي بيجي بعد الفور هو العداد، يبقى اسم العداد ايه؟ تمام. طيب الكود الذي يتم تكراره، يتم تكرار ما بين الفور والنكست، يبقى ده الكود. يبقى هقول له هنا البي بتساوي بي على 2. طيب بيقول لي هنا القيمة التي تظهر داخل مربع الرسالة مسج بوكس. طبعا في ناس بيقول لي يبقى القيمة يبقى هي بي، لا هي مش بي، امال هو مديني القيم هنا فوق ليه؟ وبالتالي انا عشان اعمل الحكاية ديت بهذه ببساطة شديدة اقول انا عندي كم متغير؟ عندي متغيرين A و B. طيب بكام؟ هنا قال لي ديم A و B از، مش اداهم قيمة هنا، لا ادى قيمة هيت للبي، البي اداها قيمة بتسعة ابتدائية، اما الاي فادي له قيمة ابتدائية بصفر. تمام مفيش مشكلة. طيب بعد كده قال لي الاي بتساوي من 1 إلى 5 ودايما معدل الزياده بتاعي 3. تمام يبقى هقول ادي 1، تعال نزود كمان 3 على 1 يبقى 4. طيب و4 ونزود عليها 3 يبقى ايه 7. يبقى دي قيمه الاي بعد انتهاء الحلقه التكراريه ومش عاوزها، يبقى اخر قيمه معايا داخل الحلقه التكراريه 4. تمام. طيب ايه جا البي؟ قال لي البي هتبقى بتساوي ايه؟ البي بتساوي بي على 2. تمام بس خد بالك هنا في نقطة في غاية الأهمية، أهي قال لي إن الـ A والـ B من النوع بايت، يعني إيه؟ يعني رقمي صحيح، رقمي إيه؟ رقمي صحيح أو عددي صحيح، يعني مش كسور، يعني الناتج لازم يطلع قيم صحيحة، لو في كسور هنشيل الكسور، هناخد القيم الصحيحة بس. طيب هنا الـ B بيقول لي B على 2، B على 2 يبقى 9 على 2 فالكام؟ 4.5، يبقى هاخد 4. تمام؟ طيب وهنقسم الأربعة على الاتنين يبقى يبقى القيم فيها الاتنين، يبقى إذا قيمة البي هنا أو قيمة المسج بوكس اللي هنحط في المسج بوكس كام؟ 2، ديت القيمة اللي هتنحط داخل الإيه؟ المسج بوكس. طيب بيقول لي فسر هذه الأكواد. كونست باي أز سنجل بيساوي 3.14. طيب كونست دي بستخدمها في إيه؟ أيوه تمام، يبقى هنقول الإعلان عن الثابت اللي اسمه إيه؟ باي، ثابت باي من النوع الرقمي غير صحيح من النوع سنجل، سنجل قيمته وقيمته نحط قيمته 3.14 زي ما هو حاطط. تمام 3.14. طيب رقم 2 بيقول لي دم، يبقى اعلان عن المتغير، حط فوق الاعلان عن متغير باسم اي بي زي ما هو عاملها كابيتال، حطها كابيتال، من النوع الرقمي الصحيح واسميه اللي هو نوع البيان شورت. ايه ده بس استنى، الثابت بدي له قيمه، طب ده هنا متغير وده له قيمه عادي، هقول وقيمته الابتدائيه، قيمته الابتدائيه بيساوي كام؟ 200، وقيمته الابتدائيه 200. يبقى انا كده ايه فسرت الايه الاكواد. تمام انتهت الاسئله. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تقلقش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس تصلك منها كل جديد، وما تنساش موجود على القناه شرح وامتحانات للصف الاول الثانوي والثاني الثانوي. توفيق ونجاح يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.